خلينا نركز شوية في التحول اللي حصل المرة دي، سواء للوزير أو للبرنس. بالنسبة للوزير فهو المرة دي عمل حاجة غريبة، هو ضرب نفسه بالداجر اوف تايم علشان ياخد الباورز بتاعة السانز، ودي حاجة ما كانتش حصلت قبل كده. هو حاول يعمل الحكاية دي في الجزء الأول بس معرفش، لأنه البرنس ما ادالوش الداجر اوف تايم، لكن المرة دي قدر يعملها فتحول للمخلوق الغريب اللي هو أبو جناحات ذهبي ده. المفروض إن المخلوق ده بقى so powerful و eternal وحاجات حلوة يعني، والمفروض إن هو مبسوط بالتحول ده يعني، رغم إن أنا شايف إن هو تحول غير منطقي وإن هو حاجة سيئة جدا. When the prince was struck by the sands of time, something was woken within. Something strange and cunning. Something dark. The 7 years spent on the run had embittered the prince and made him hard. This burden sustained his other half, gave it strength. The prince was tempted to do as it said, for it was a light in the darkness, offering comfort and guidance to a man who had just lost everything. But what were its intentions? Why did it help him? Only time will tell. Father would tell me stories. Pay attention. Something's happening down there. What's that? It's the Vizier! He has been completely transformed. Interesting. He has used the power of the sands to transform his army. And these artifacts will allow him to transport them across the city with ease. He appears to be in complete control. Things do not look too good for you at the moment. I will not let the Vizier have Babylon! My city! My throne! He has used that beam as a gate. We will follow him through it. يعني أعتقد إن دي بقى الساند بورتلز بتاعة الجزء ده، والمفروض انه ده الفيزير هو اللي نشرها علشان خاطر تبقى زي شبكة انتقالات كده او شبكة مواصلات يعني، في تغطي بابلون عشان يقدر يموبايلايز قواته بسرعة يعني. Well, that certainly went according to plan, did it not? You really should know by now that entering portals made of sand only leads to trouble. I will simply have to resort to a more traditional form of transport. Hopefully with greater success. Separate them into two halves. Send the weak ones to the workshop. Go to the palace and arena for changing. واضح ان هو يعني ايه المرة دي كمان ما مش عايز يستخدم البورتلز، او الدارك برنس يعني خلاه بدأ يعني هتبقى سياسته في الجزء ده ان هو مش هيستخدم البورتلز، هو هيبوظ البورتلز.
لانه شايف ان كل ما انت احتكيت بالسانز اوف تايم اكتر كل ما ده بيعمل لك مشاكل اكتر. وده يرجعنا للتحول بتاع البرنس نفسه، انه السلسلة اللي كانت مأيدة دراعه اندمجت مع كتفه وعملت التاتو الفظيع ده، وفي نفس الوقت بقت سلاح بيخرج من ايده، يعني سلاح بلت ان كده وسلاح قوي جدا، يعني اقوى من اي سيكندري ويبن. مشكلة التحول ده فيزيكالي، يعني انه هو اللايف انرجي بتاعته، التحول ده بيكونسيوم الهيلث بتاعه، بيكونسيوم الانرجي بتاعته. فطول ما انت ماشي وانت طاقتك بتقل، وحلك الوحيد ان انت تقتل او ان انت تجين سانز، يعني سواء عن طريق القتل او عن طريق ان انت تكسر حاجات. فهو من الواضح كده ان هو عنده ميول تدميرية يعني، وجايز دي مشكلة البرنس معاه. لكن هو حد سينيكال جدا، وهو حد واقعي لحد كبير، واعقل من البرنس بكتير، بيفكر في وبيحلل بشكل افضل، بيدرك عواقب الافعال، مش متسرع ومش بينقض ورا المشاعر. ففي مميزات بس برضو في عيوب. يعني نتحول من جديد، وتشيز يعني ايه، بيبقى مفيد اكتر في التنقلات، بيبقى مفيد اكتر في الفايت. فهو من ضمن الحاجات اللطيفة في اللعبة دي ان انت كل ما بتتزنق بتتحول، فالتحول بيبقى يعني حاجة عاملة زي الريليف كده. حتى اسلوبه في الستيلس بيختلف، رغم انه مش محتاج قوي الستيلس يعني في الفورم دي. وهو ده المقصود بالتو ثرونز بقى، تو ثرونز هو الثرون بتاع البرنس والثرون بتاع الدارك برنس. يعني حتى في البوسترات بتاعت اللعبه كان بيبقى البرنس قاعد على ثرون وجنبه الدارك برنس قاعد على ثرون. اللعبة دي فيها open areas اكتر من اللعبتين اللي فاتوا بشكل ملحوظ، يعني اعتقد ان هي فعلا حتى المكان ده فيه يعني شبه بعض الاماكن في Assassin's Creed، مش بس 1 كمان ويمكن 2 وبرادركوت حتى. Wonderful. Do we not have enough to deal with already? دي كبسة بقى.
ده موقف تحدي حقيقي الدارك برينس. التحول ده بقى كان انترستنج ليه؟ لانه اول حاجه هو ما تحولش بشكل كامل رغم ان هو معهوش ارتيفاكت، وده بسبب علاقته بكايلينا، علاقته المشبوهه بكايلينا. والسبب التاني ان هو كمان مسك الخنجر وضرب نفسه بيه وهو بيقع، فدخل جواه السنس بنفس الطريقه اللي عملها الوزير. That chariot should get us home. Are you sure you can control this thing? If I crash, it is the end for both of us! The prince! Stop him! And so once more the prince began the journey home, his mind afire with visions of the justice he would visit upon the vizier. يا هلا يا هلا، عودة الحبايب. طبعا الرجل دي كلنا عارفينها كويس، او المفروض نكون عارفينها يعني. فمن الواضح كده انه يعني فرح هي كمان رجعة، والجزء ده يعني هو سانز اوف تايم المعضلة. الموضوع ده على قد ما هو رخم على قد ما هو ممتع والله. انا كنت بتعذب لما لعبته قبل كده اول مره خالص، لان انت لو يعني ما حافظتش على الاستابيليتي بتاعتك خلاص انت انتهيت. That was close. Behind that column. We made it. Hold your horses. Come on! The once bright and vibrant streets of Babylon now stood all but deserted, its inhabitants either dead or fled. Those left behind suffered terribly, captured, tortured, and transformed. But the prince did not notice this. So focused was he on the vizier. من ضمن اهم الحاجات بقى في التحول ده ان هو مش تحول دائم، هو مش زي الفيزير ومش زي الساند مونسترز التانيين، هو بيروح ويجي. يعني هو بيحصل في اوقات هو البرنس مش بيسيطر عليها، وبيروح لما البرنس بيتعرض للميه، يعني بيدوس في الميه او بيقع في الميه او بيشرب ميه. كعادة الساند مونسترز كلها حساسة ضد المية يعني. I'm impressed. Oh, good. Your opinion means a great deal to me. Is that how you thank the man who just saved your life? First, you did not save my life. I did. Second, you are not a man, just a disembodied voice.
a ghost. And third, I never asked for your help, and I certainly do not need it. While I admire your bravado, you would be wise to show some respect. And you would be wise to keep quiet. You are distracting me, and we are no longer alone. فالموضوع بقى ان هو بيتحول ويرجع تاني، ده اعتقد ان هو له علاقة بموضوع كايلينا بقى، لانه رغم ان هو عمل زي الوزير بس هو ما حصلوش نفس التأثير.